وبأول مساحاتنا الصباحية نرمي نحن هلأ مثل ما بيقولوا بموسم الأمراض الجهاز التنفسي العلوي، بنشوف كتير حالات بين الناس، التهاب صدر، بنشوف حساسية لبعض الأشخاص من تبدل الفصول. اليوم رح نحكي نوسع أكثر عن هذا الموضوع. أكيد رشا، رح نتعرف مع بعض عن أهم الأمراض يلي بتصيب هذا الجهاز، شو هي طرق الوقاية والعلاج وكثير من التفاصيل بيسعدنا نطرحها على ضيفنا اليوم الدكتور رامي سمير الحسين، اختصاص انف اذن حنجره. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك. مثل ما قلنا بالمقدمه، نحن بهذا الموسم كثير يعني بتشوف يعني بالبيت الواحد حدا بيطيب حدا بيرجع بيصيبه نكسه، بنقول انه نزلت على صدره، حتى الرشحه بتنزل على الصدر، التهاب قصوات. خلينا نحكي اليوم بهذا الموسم شو اكثر الامراض شيوعا. هلا امراض الجهاز التنفسي العلوي بشكل عام تزداد بفصل الشتاء نتيجه تدني درجات الحراره، وبالتالي تضاعف الأعراض وزيادة الفترة الزمنية للمرض. هلأ مثل ما بنعرف نحن الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بيغطي مخاطية تنفسية بتغزوها عدد كثير من الفيروسات والجراثيم أو العوامل المحسسة بتسبب ردة فعل مناعية التهابية تجاه العوامل هي. أكثر الأمراض اللي بنشوفها نحن بفصل الشتاء اللي براجعونا بالعيادة هو موضوع الزكام، الرشح، الكومن كولد، بنشوفه بكثرة. نحن مثل ما قلنا نتيجة تعرض العديد الكثير من الفيروسات والجراثيم والعوامل المحسسة ممكن يصيبنا التهابات أنف تحسسية أو التهابات جيوب أنفية أو التهابات أذن وسطى أو التهاب ملعوم بشكل عام. بفصل الشتاء مثل ما قلنا بتكسر الفيروسات وبتكسر الجراثيم نتيجة تدني درجة الحرارة وزيادة فوعة الفيروسات. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن التهاب الانف التحسسي، هو من الامراض اللي كثير بنشوفها شائعه بين الاشخاص، نحكي عن اسبابه وكيف طرق الوقايه منه، كمان نسال عن موضوع تغير البيئه قديش بيلعب دور بهذا الموضوع. بنعرف بعض الاشخاص مثلا بيكونوا بجو حامي او بيكونوا بين المحافظات، يعني مثلا اذا كان بدمشق انا كان عندي احد الاصدقاء كانت حاله زكام فظيعه، هو وصل على الساحل ولا كأنه اختلاف في شيء الضغط يعني الجوي بيلعب دور صحيح. اساسي بموضوع التهاب الانف التحسسي. التهاب الانف التحسسي له عده انماط، عندنا نمطين اساسيين اللي هو النمط الموسمي مثل فصل الشتاء نتيجه الزكام الرشح، بيصير عندنا هجوم الفيروسات اللي هو فيروسات الرشح على مخاطيه الانف، بيصير عندنا رده فعل تحسسيه بيسبب عندنا اعراض التهاب انف تحسسي، هذا مرتبط بالموسم بفصل الشتاء. اما موضوع التهاب الانف التحسسي يلي موجود على مدار العام يلي نحن ممكن نتعرض لها باي وقت من اوقات السنه نتيجه الغبار الطلع، نتيجه عس المنزل، نتيجه اي عوامل تحسسيه، زيوت، مواد تنظيف البيت، هي بتسبب كمان التهاب انف تحسسي. في عندنا التهاب الانف التحسسي يلي هو مانو العامل المسبب فيروس او مرض، هو عباره عن ماده محسسه مثل ما حكينا على الزيوت العطريه او غبار الطلع او اي شيء موجود بالبيئه المحيطه. هلا الاعراض متشابهه بالتهاب الانف التحسسي، اعراض هي نوبات متكرره من العطاس، الحكه الانفيه، سيلان الانفي. هي نوبه وصفيه لالتهاب الانف التحسسي نحن بنشوفها عند اي مريض بيتعرض لالتهاب انف تحسسي. هلا نحن الموضوع الاساسي نحن نبتعد عن الماده المحسسه يلي اذا ممكن نعرفها، بس معظم الاشخاص اللي بيراجعونا على العياده ما بيعرفوا شو هي الماده المحسسه. فنحن بنعالج التهاب بنعالج العرض الموجود يلي هو ان كان في عندنا حساسيه بنعطي مضادات حساسيه، احتقان بنعطي مضادات احتقان، بنخفف اذا كان في الم بنخفف الاعراض، وممكن استخدام بخاخات الانف الموضعيه لفتره قصيره. وممكن نحن الوقايه لفترات طويله ممكن نستخدم بخاخات استرويدات الكورتيزونات لفتره طويله ولنحافظ على سير المرض. تمام. طيب دكتور خلينا نرجع شوي لموضوع الزكام كونه هلا موسم مثل ما بيقولوا. كثير من الحالات بنشوف انه شخص فلان رشح او طفلي بالبيت رشح، دغري بيقولوا لك انه ما تعودي فورا على الادويه وتاخذي فورا على المضادات وعلى هدول القصص الشرابات، ولكن ببعض الاحيان هذا الزكام بيزيد وبينزل على جهاز التنفس. نحن بنروح للعلاجات البدائيه، زهورات، بابونج، فيتامين سي، ولكن بلحظه الانتانات خلينا نقول نحن ايمت قادرين انه ندخل العلاجات من اول حاله الزكام او لا؟ نعم. هلا الرشح او الزكام هو مرض محدد لذاته، لازم خلال الخمس ايام نخلص منه. في حال استمرت الاعراض لاكثر من خمس ايام او لاسبوع نحن بنحتاج استشاره طبيه والبدء بالعلاج الدوائي بالصادات الحيويه. هون بصير عندنا انتقل انتان فيروسي لانتان جرثومي، لذلك نحتاج بدء بالعلاج بالصادات والاستشاره الطبيه اكيد.
يمكن هون في اشاره بالماده المخاطيه بقلب الانف تغير لونها او شيء. نحن نعم هلا بالفحص، بالفحص السريري كثير مهم للطبيب بيعرف، بيكون عندنا مخاطيه الانف رطبه بخاطيه مبلله، بنشوف عندنا المخاطيه الانف شاحبه، فهذا بيدلنا على التهاب انف تحسسي. ايضا دكتوره، مرض جيوب الانفيه هو من الامراض ايضا الشائعه وتعرف عليه دائما الاشخاص اللي بيكون عندهم حال هيك حاله، بيقولوا فورا روحوا على موضوع الجراحه. قديش هي المعلومه صحيحه او طبيا اذا بدنا؟ هلا الجيوب الانفيه هي عباره عن جيوب هوائيه محيطه بالانف ضمن عظام الوجه، المفروض تكون مملوءه بالهواء. هي الجيوب الانفيه مرتبطه ارتباط وثيق بالانف بوظيفتها، بنفس الوقت اي حاله زكام او التهاب انف تحسسي بتسبب التهاب جيوب انفيه. نفس بنرجع لنفس القصه، هو مرض محدد لذاته، خلال 5 لـ7 ايام مفروض نحن نخلص منه بس معالجه عرضيه للمرض. في حال استمر، في حال استمرت الاعراض بصير بنفوت نحن بالتهاب جيوب حاد قيحي، بصير عندنا بتختلف الاعراض، بصير في عندنا الم، السيلان وطبيعه المفرزات تختلف الى لزجه، ممكن يصير في عندنا لون السائل او المفرزات تختلف الى خضراء او لون مائل للاصفر مع رائحه كريهه. هون نحن بنحتاج العلاج الدوائي. في حالات خاصه نحن نتيجه الالتهاب الجيوب الحاد بتصير عندنا تسمك بالمخاطيه فبتنسد فوهه الجيوب، ممكن نحتاج علاج جراحي، بس هذا الشيء ما بيمنعنا عن العلاج الدوائي. يعني مو دائما اي التهاب جيوب نحن بنبلش فورا علاج جراحي، نحن بنبلش بالعلاج الدوائي حسب شده المرض والتقييم، ممكن اجراء فحص سريري، صوره بسيطه، او تنظير انف امامي، فنحن بنشوف شده الاعراض الموجوده. طيب دكتور، نحن على اي عمر عم نحكي لك جيوب او ناميه؟ هلا الجيوب التهاب الجيوب، التهاب الجيوب الحاد ممكن تبدا يعني باي عمر، ما من الاطفال وحتى البالغين وحتى الكهول، ما في سن محدد لبدايه الالتهاب الجيوب الحاد. طيب خلينا نحكي عن تاثيره على الجهاز التنفسي العلوي، ان كان جيوب او ناميات، بنشوف حالات كثير وخاصه عند الاطفال، ودائما بيقول لك الطبيب انه اعطيه وقته، اليوم الطفل انه بدك تعرضه لعمليه، خلينا نروح للموضوع العلاجي، اليوم شو تاثيرهم على الجهاز التنفسي العلوي؟ بتشوف حال يعني ناس على طول بالشتويه عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي بسبب الناميات والجيوب، بعيدا عن موضوع الزكام. هلا بحابب نوه على موضوع الناميات، الناميات كثير بصير في لغط بين موضوع الناميات والقرينات. الناميات هي عباره عن نسيج لمفاوي خلف الانف خلف الانف بالبلعوم الانفي، هي الناميات بتنشط من العمر من 3 لـ7 سنوات عند الاطفال، بيكون هذا العمر الطفل موجود بدور الحضانه او بالمدرسه، فبنلاقيه بصير عنده امتحانات متكرره وضخامه ناميات. هذا الشيء بياثر على نمط حياته، على السمع، على نمو الوجه، على الاطباق، لذلك نحن بنشوف الطفل كثير لازم يكون تنفسه الانفي بشكل صحيح، حتى البالغ اي انسداد انف بسبب ضخامه قرينات او جيوب او انحراف وتيره بيسبب مشاكل بالاطباق او مشاكل بالتنفس، حتى بطبيعه الحياه اليوميه بيكون حتى بالكلام دكتور، الكلام لانه الجيوب هي وظيفتها الاساسيه احرف كاحرف الاحرف التصويت بتعطي رنه او بيعطوه يعني بصمه الصوت للشخص، فعندنا في حال مشكله انسداديه دغري بيبين عنا اختلاف صوت، فنحن اي اشخاص بنشوفهم له صوتهم متغير، لو انت مرشح او مقرب او عندك جيوب دغري بيعطينا عرض اللي هو تغيير برنه الصوت. تمام دكتور، ببداية الفقرة نحن حكينا أنه رح نضوي على أبرز الأمراض يلي بتصيب جهاز نقول التنفسي العلوي، حكينا عن التهاب الجيوب الأنفية، حكينا عن الزكام، حكينا عن التهاب الأنف التحسسي، أيضا خلينا نحكي عن التهاب الأذن الوسطى، خلينا نعرف المشاهدين أكثر شو أعراضه. هلا نحن مثل ما قلنا التهاب الأذن الوسطى، أو خلينا نحكي عن آلية عمل الأذن الوسطى. الأذن الوسطى مفتاح عملها هي التهوية الصحيحة ضمن الأذن الوسطى، واللي هو نفير بيأمن التهوية الصحيحة هو نفير أوستاش. فنحن في عن إذا عان عنا حالة التهاب أنف تحسسي أو ضخامة قرينات أو ضخامة ناميات عند الطفل، نحن خسرنا آلية عمل نفير أوستاش، فخسرنا آلية تهوية الأذن، فهذا الشيء بيعرضنا لتراكم السوائل من المفرزات ضمن الأذن الوسطى، فبسبب لنا أنواع من التهابات الأذن الوسطى الحادة المصلية اللي هي ممكن تكون السائل فيه عقيم، فبسببنا موضوع نقص سمع وألم بالأذن. في حال هذا السائل بسبب تراكمه بالأذن الوسطى وسوء تصريف نفير أوستاش تراكم صار بيئة للجراثيم، ففتنا بالتهاب أذن وسطى قيحي حاد. فنحن هون نرجع لنفس الموضوع، إذا ظهرت الأعراض الحرارة الألم بنبلش بالعلاج المناسب، ودائما ضمن الاستشارة الطبية ما فينا ناخذ أي علاج. فالموضوع الحساسية كثير مرتبط بآلية عمل الأذن الوسطى،
وبامراضها. في عندنا التهابات الاذن الوسطى المزمنه غالبا تترافق مع انسقابات غشاء طبل ومع سيلانات مزمنه والم شديد في الاذن. ممكن يكون لها تاثير التهاب الاذن الوسطى على الجهاز التنفسي اذا زاد الامتان؟ اكيد، ما نحن الجهاز التنفسي مرتبط أكيد مرتبط يعني. كله ببعض، مثل ما قلنا المخاطيه التنفسيه بالجهاز التنفسي العلوي والسفلي مرتبطه، فاي انسان في الاذن الوسطى ممكن ينتقل لالتهاب بالعوم او التهاب لوزات، حتى ممكن ينتقل للطرق التنفسيه السفليه ويسبب التهاب قصبات. تمام، اليوم ضوينا على اكثر من نقطه هي اسباب الالام او خلينا نقول التهابات الجهاز التنفسي، ان كان من التهاب الاذن الوسطى، الجيوب، الناميات، الزكام. اليوم مو بس حاله واحده نحن عم نحكي، طيب حكينا نحن اسباب، خلينا نروح لطرق العلاج وناخذ هيك حاله حاله. طرق العلاج بالنسبه لالتهاب الانف التحسسي، اول شيء نحن لازم نعرف شو هو الماده المحسسه، بس غالبا نحن كثير منا ما بنعرف شو هو، فنحن مثل ما قلنا بنعالج الاعراض، بنعالج الاعراض عن طريق مضادات الهستامين، مضادات الاحتقان والتسكين، والحفاظ على غشاء المخاطي رطب وسليم عن طريق الغسولات الانفيه. هلا بموضوع اما التهاب الاذن الوسطى، مثل ما قلنا التهاب الاذن الوسطى الحاد القيحي، نحن بنحتاج كمان العلاج بالصادات. ممكن في حال اذا صارت عندنا موضوع مزمن للالتهاب اذن وسطى، ممكن نحتاج عمل جراحي مثل تفريغ السائل عن طريق انابيب تهويه، او اجراء عند الاطفال تجريف ناميات، او اذا كان في عندنا مشكله انسداديه استئصال اللوزات. بالنسبه للانف، اذا كان في عندي التهاب جيوب مزمن وتشكل عندنا بوليبات انفيه، بنحتاج لعمل جراحي مثل جراحه الجيوب او التداخل على موضوع القرينات. هلا نحن الالتهاب الجيوب المزمن لازم نعرف السبب، ممكن يكون السبب تشريحي نتيجة انحراف وتيرة أو ضخامة قرينات، ففي حال حددنا السبب نحن فينا نعالج بناء على السبب. إذا كان في عنا انحراف وتيرة عم يسبب انسداد بفوهة الجيوب، فنحن بنصلح الوتيرة ونعمل جراحة جيوب تنظيرية. دكتور، كونه نحن عم نحكي عن موضوع العلاج، دائما بنلاحظ حالتين من السلوك عند بعض الاشخاص، في اشخاص بياخذوا حبه او حبتين فورا مضادات حيويه فورا لما يحسوا اي عرض، قديش هاي الحاله صحيحه؟ نحن لما نحس اي عرض فورا بنقول مثلا خذ هاي الحبه حبات الدواء، وفي عندنا حاله ثانيه انه الاشخاص اللي ما بيكفوا الدواء، يعني مثلا حضرتكم بتوصفوا الاطباء دائما انه خليكم لاسبوع 8 ايام، فهنن اول يومين حسوا حالهم تحسنوا وتركوا الدواء. هلا هذا الشيء، هذا استخدام خاطئ للادويه، هذا اللي بسبب عنا تعنيف بالنسبه للدواء. نحن في حال الاعراض استمرت، اللي هن بياخذوا مع اي اعراض بياخذوا فورا الدواء، هدول بيصير عندهم تعنيد. نعم، هذا بصير تعنيد على الدواء، وبصير عندنا جرثوم او بيتعود على الدواء، بصير في عندنا تعنيد دوائي. نحن مثل ما قلنا في حال المرض محدد لذاته، حتى التوصيات العالميه بالمرشدات العلاجيه ما بنعطي الدواء الا اذا استمرت الاعراض اكثر من 7 ايام. بنعطي الدواء يلي هو الخط العلاجي الاول، ممكن نحتاج بالنسبه لالتهاب الجيوب مثلا ماكسيسيلين، في حال استمرت الاعراض وازدادت سوءا نحن بنعطي الخط العلاج الثاني. يعني نحن كل مرض مصنفينه وحاطين له خط علاج اول وخط علاج ثاني. خطا نستخدم استخدام عشوائي للادويه وجارتي خذي هالحبه، او انا السنه الماضيه مرضت اخذت هذا الدواء فخليني اخذ نفسه. لا، كل مرض لازم نعرف شو هي البيئه الجرثوميه اللي سببت هذا المرض او الفيروس الموجود لحتى نعالجه. طيب دكتور، شو هي المدة الصحيحة نحن بين نوع الأدوية؟ يعني مثل ما حكيت حضرتك، أحيانا بناخذ التهاب ما بنرتاح عليه، أو بجوز نرتاح بنسبة كتير، نرجع من عيد الظرف لحالنا بدون استشارة طبية، فحكيت نقطة هون الجسم بيعند أو ما بقى يتقبل نوع الدواء، فبنروح لنحن نسبة أعلى من جرعة أعلى ونستخدم صاد حيوي أقوى. طيب اليوم نحن بهي بهالجرعات، يعني خلينا نحكي كمدة زمنية، وإمتى الجسم لا بيحتاج جرعة أكثر؟ هلا الجرعات، نحن مثل ما قلنا جرعات مثلا بالنسبه لالتهاب الجيوب الحاد او اي امتان تنفسي علوي، لازم ناخذ الجرعات لمده اسبوع، لازم تتحسن الاعراض باليوم الخامس. في حال عدم التحسن باليوم الخامس واكثر من اسبوع، نحن مثل ما قلنا بنبدل الصاد الحيوي لصاد حيوي اقوى، طبعا تحت استشاره الطبيب، ممكن اجراء فحوصات معينه دمويه او فحوصات سريريه لنشوف تحسن المرض واليه الاستشفاء تبع المرض. فنحن ما بنبدل الدواء بشكل عشوائي الا باستشاره الطبيب. ومثل ما قلنا في حالات خاصه، اذا في اشخاص مضعفين مناعيا او كذا، ممكن نحتاج ادويه اقوى او صادات حيويه اقوى لنغطي مجموعه اكبر من الجراثيم والفيروسات. دكتور، خلينا نحكي عن سلوكيات خاطئه اليوم عم تشوفها حضرتك، سواء بطريقه تشخيص الامراض اللي ذكرناها او بطريقه العلاج او سلوكيات من قبل المرضى.
هلا السلوكيات الخاطئه، نحن المفاهيم الخاطئه، يعني الشخص اللي بيقول انا عندي ناميات او قرينات او جيوب انفيه، اي شخص بيقول لك انا معي جيوب، نحن كلياتنا معنا جيوب، ممكن تكون مشكله بسيطه، التهاب انف تحسسي، ضخامه قرينات، بنعالج الحاله المسببه. بنفس الوقت كمان الموضوع الناميات علاجه لازم يكون علاج بسيط، فقط مضادات حساسيه وترطيب الانف. العلاجات كثير مهمه بموضوع الحساسيه. في اشخاص دائما بيحب يعني دائما بيجوا لعنا بيقولوا لنا انا بدي اخذ ابره الكورتيزون لتوقي من موضوع الحساسيه. نحن هي ما بنستخدمها الا بحالات معنده، او نحن بنستخدمها قبل فصل معين نتعرض فيه لحساسيه. ما فينا نستخدم اي دواء بدون استشاره الطبيب. تمام دكتور، ذكرت نقطه من جوابك، كنت عم تحكي عن موضوع الفيتامينات، ونحن بنعرف انه هي درع الحمايه للجسم لتقويه مناعتنا. اليوم اي مرض باجسامنا بحاجه لمناعه كثير قويه، وشفنا نحن بازمه كورونا يعني صار في تخبط كثير، وبالنهايه تم الاجماع انه المناعه هي العامل الاول او الاساسي بنجاح عمليه الشفاء. خلينا نحكي نحن بموضوع الزكام و خاصة فصل الشتاء وضمن الإمكانيات المتاحة، اليوم إذا هيك حبينا ناخذ فيتامينات خلينا نقول وقائية لموضوع الزكام كرمال ما كثير تتطور الحالة، شو فينا ناخذ؟ هلا الفيتامينات أهم فيتامين بالنسبة لي أو المناعة بالنسبة للزكام وأمراض أمراض الجهاز التنفسي، الفيتامين سي جرعة يومية ممكن نستخدمه لمدة شهر خاصة ببداية الأعراض أو ببداية فصل الشتاء لتقوية المناعة. الفيتامين د ممكن كمان يقوي المناعة بشكل كبير، والمكملات الغذائية مثل الزنك والكالسيوم كلها بتحافظ على مناعة جيدة، بس أهم شيء نحن عنا بالنسبة لنا بالجهاز التنفسي الفيتامين سي. بالنسبة للوقاية أنا كثير بنصح بموضوع الغراغر مي وملح للحفاظ على بيئة خالية من الجراثيم، ترطيب الأنف بشكل مستمر، غسولات المي وملح يلي هو السيروم فيزيولوجي، دائما نحافظ على مخاطية الأنف وممنع تراكم السوائل أو المفرزات اللزجة ضمن جوف الأنف أو ضمن الجيوب. طيب فيتامين سي قد ايه حصتنا باليوم؟ نحن خلينا نروح للامور المتاحه، الفواكه، خلينا نكون هلا موسم الحمضيات وبنعرف انه نحن هاي الماده كثير غنيه بالفيتامين سي. في ناس يعني بتاكل بشكل لا محدود، وفي ناس لا في حصه لها. لا هي موضوع نكون موضوع يكون مضبوط، يعني هي عباره اهم شيء التنوع بالفيتامين سي، ثانيا هي جرعه يوميه، حاجه يوميه، ممكن برتقاني باليوم، ممكن نحن عنا اي شيء بيحتوي الفيتامين سي، ممكن ناخذ مكملات فواره الصبح، حبه فوار او حب مص عيار 500. المهم التنوع مع اعتماد على نوع واحد، بنفس الوقت يكون اكلنا متنوع وصحي وغني بالفيتامينات، مو بس الفيتامين سي، الفيتامينات بشكل عام. نحن دائما نقول سي فورا بنروح لفورا سي. كونه دكتوره مثل ما قالت رشا عم نحكي عن فيتامين سي، هو اكثر واشهر الفيتامينات شيوعا واسهل نحن متداول بين ايدينا انه ناخذها. ايمتى بتنصح انه ناخذ فيتامين سي؟ يعني في ادويه او فيتامينات تتاخذ بعد وجبات معينه بتوقيت معينه، فايمتى بتنصح باخذ فيتامين سي؟ الفيتامين سي مثل ما قلنا في حاله كسره الامراض، الاشخاص اللي بتلاقي انا دائما مزكم، انا دائما مرضان، عم بحكي توقيت دكتور، يعني صباحا بعد وجبه الغداء. التوقيت ممكن صباحا، نحن صباحا بعد الفطور ناخذ حبه الفيتامين سي لنستفيد منها طول النهار وتعطينا نشاط يومي، لانه هي الاعراض مثل ما قلك امتصاصه سريع وبيعطي نتائجه سريعه، فبتلاقي انت طول النهار انت عندك نشاط وحيويه، ونحن بيعطينا وقايه. يعني في اشخاص بتلاقيهم قليل كثير ليقربوا، في اشخاص كثير بتلاقي عندهم موضوع الزكام مرافقهم. انا بنصح الاشخاص اللي كثير عندهم حالات رشح وحالات زكام تناول دائم الفيتامين سي لتقويه المناعه. خاصه حتى النساء، نحن بعد ازمه كورونا صرنا نشوف كثير في نساء عندهم نقص بالحديد او الفيتامين د، فانا بنصح حتى مو بس النساء، اي شخص نعمل تحاليل او شيك لمره واحده عن موضوع الحديد وموضوع الفيتامين د لتقويه المناعه، يلي هذا الشيء بخلينا نقوي جسمنا وبنقي جسمنا من الامراض مثل الرشح والقريب والامراض التنفسيه العلويه. طيب دكتور، خلينا نحكي على موضوع صور الاشعه. للاسف نحن شفنا حالات كثير كان عندها خلينا نقول سعله كثير قويه، تتطور، ياخذ ادويه ما كثير يكون في استجابه، يروحوا للصور الاشعاعيه، شفنا بعض حالات تطورت لامراض خبيثه. قد ايه اليوم علاقه الامراض الجهاز التنفسي بالامراض الخبيثه؟ هلا الامراض الخبيثه، الامراض بالنسبه للموضوع، الامراض الخبيثه بالنسبه للجهاز التنفسي، كثير نحن بنشوف في عنا عوامل مؤهبه بالنسبه منها التدخين بالرقم الاول، الكحول او القلص، هذا موضوع القلص والحموضه يلي هو القلص الارتجاع المريئي ممكن يسبب
مثل ما بيقولوا حرق بالمخاطيه او تبدل شكل المخاطيه بالجهاز التنفسي من عوامل المؤهبه لحدوث امراض خبيثه. هلا الصور الشعاعيه نحن في نسبه لازم نحن ما نتعرض لها اكثر، يعني نحن ممكن اذا في مرض عم نراقبه او في حاله معينه عم نراقبه ما نتعرض لصور شعاعيه او اشعه بشكل مزمن انه كل شهر، ممكن نحن كل ست شهور او كل سنه ممكن نخضع بصوره طبقي او صوره ترانين. اما بالصور الشعاعيه البسيطه كمان ما لازم نستخدمها بشكل عشوائي او بشكل متكرر. شو اضرار على الجسم دكتور؟ دائما بنسمع هاي الجمله انه لا تكثروا صور اشعه. صور الاشعه نحن بخلينا نحن بخلي يعني بخلي اول شيء بضعف المناعه، بياثر على اليه نمو العظم، بياثر على المناعه بشكل عام، على المخاطيه لازم ما يصير فيها تبدلات نتيجه التعرض للاشعه او الاشعه البنفسجيه فوق حمراء، بصير عن تبدلات بالمخاطيه بصير مؤهب اكثر للعوامل الممرضه او الامراض السرطانيه. وتبدل المخاطيه هو شكل يعني مثل التدخين، التدخين نتائجه لفترات طويله بصير عن تبدل المخاطيه بصير الشخص معرض اكثر مؤهب لحدوث تغيير بنمو الخلايا، فبصير عندنا نمو خلايا شاذه اللي هو الكانسر او السرطان طبعا حميد او خبيث. دكتور خلينا بالوقت المتبقي نختم مع حضرتك بنصائح، او اذا في اي نقطه بتحب تضوي عليها ونحن ما ذكرناها بما يخص هاي الامراض. الموضوع النصائح بشكل بنرجع بنقول في حال نحن حسينا حالنا مقربين ومرشحين يفضل نحن اول شيء نعزل حالنا لمده 3 إلى 5 أيام بالبيت دون المحيط مثل كورونا، يعني عزل بسيط في المنزل، الاكثار من السوائل الدافئه، استخدام مضادات الحساسيه في حال تعرضنا للحساسيه، ما نهمل الاعراض، يعني نحن في رشح استمر اكثر من اسبوعين ثلاثه لازم ما نهمله، لازم نراجع الطبيب، ما نستخدم الدواء بشكل عشوائي، نستخدم الادويه الموصوفه من قبل الطبيب. ومثل ما قلنا في حال التهابات الاذن الوسطى يكون نحن نعرف انه عندنا نحن نقطه ضعف في الاذن الوسطى، نحمي الاذن من المياه اثناء التنقل من مناطق مرتفعه على مناطق منخفضه او اثناء السفر، نعمل مناوره فازلفا نحافظ على تهويه الانف، مناوره فازلفا نحسن يعني الضغط داخل الاذن. ومثل ما قلنا ترطيب الانف كثير مهم، والغراغر مي ملح والسوائل الدافئه كثير مهمه، وتقويه المناعه اللي النقطه اللي نوهنا عليها الفيتامينات. لو سريعا كونه ذكرت دخول المياه للاذن، كيف ممكن اذا دخلت المياه ننظفها بشكل سريع وخصوصا بعد الاستحمام؟ هلا نحن بموضوع في اشخاص عندهم وسواس النظافه او تنظيف الاذن، نحن بعد الحمام لازم يكون فقط نمسح الاذن مسح خارجي بدون ادخال قطن او الاعواد اللي نحن الاذن اذا غشاء الطبل سليم وفات مي ما في مشكله، بس نحن في اشخاص بيكون عندهم انسقاب ما عندهم علم، فات مي فبيتعرضوا لالتهاب اذن وسطى قيحي حاد او التهابات اذن وسطى مزمنه، فبيفوتوا بدوامه وامراض ما لها داعي او بفوتوا بامراض خطيره ما بيكون عندهم فكره. بعد الحمام تنظيف بسيط فقط، ومثل ما قلنا دائما نحن الابتعاد عن المناطق يعني المناطق المغلقه، خاصه هلا نحن بالنسبه لنا بالجو الحامي ننتقل على جو بارد، هذا الموضوع كثير بهمنا عشان ما نتعرض للحساسيه او نتعرض لالتهاب انف تحسسي. شكرا دكتور رامي لحضورك معنا، ونتمنى الصحه والسلامه لك الحدا عم رافقنا بصباحنا لليوم، نورت صباحنا. اهلا وسهلا، شكرا.